يعني كنت انا نطلع ندير لهم برد كثير هاي الحيو مليح. قبل بطولة مع فريق بنيولمان فوزوا 3 نقاط جديدة اللي تخلينا نكملوا بقية البطولة في أريحية. الحمد لله احنا استثمرنا في مشاكل فريق بنيولمان، نتمنى له ان شاء الله كل التوفيق في البطولة تاعو. احنا هذا هو الهدف المستطاع، هو ضم اكبر من النقاط. الحمد لله فوز نضيفوه ان شاء الله في المشوار تاعنا، والباقي افضل ان شاء الله. بقاو لنا مباريات 13 مباراه ثاني نجيريوها مباراه بمباراه، وان شاء الله نتمنوا الصعود يكون من حليفنا، وبارك الله فيكم. من تطور ملحوظ ومن الخساره ضد فريق بير العيط والفريق في مستوى متصاعد، سواء من حيث المردود الجماعي ولا الفردي اللاعبين، وحتى من كوتي تكنيك ريزلتا تكنيك. النتائج الحمد لله النتائج معنا، عده مباريات فزنا بهم وقدرنا نجيبوا مباريات من خارج الديار وحتى تعادلات اللي كانت في صالحنا. الحمد لله هذا هو الهدف المسطر، وان شاء الله رانا في الطريق الصحيح باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اليوم وفقنا ربي، حقنا 3 نقاط مهمه في سباق الصعود ضد منافس يعيش في مشاكل، نتمنوا له يتسقموا الحوال تاعو. احنا ما استهزيناش بالخصم، حققنا 3 نقاط بالاداء والنتيجه، ولوبجيكتيف تاعنا يبقى هو تحقيق الصعود في نهايه الموسم.